السؤال ده دايما بيتقال لي من هقول مش من اللعيبه، لاخواتي الصغيرين من زمايلي في النادي. يعني هم بيتكلموا معايا بيقولوا نتمنى يا ريت نبقى في يوم من الايام نوصل للسن بتاعك وبنفس القوه ونفس الحوافز والدوافع والاصرار اللي عندك، انك بتتمرن اكنك ولد صغير او ازيك زينا، عندك الطموح والدوافع رغم العواقب والعقبات اللي انت بتقابلها وبتتحط تحت ضغوطات وابتعادك عن الفريق، وانك في قيمه. لو اي لعيب تاني يقول لك انا ممكن خلاص اعلن اعتزالي، رغم كده انك بقاتل. فانا بقاتل عشان انا بحب ده، بحب شغلي. يعني انا بلعب لاني انا بحبها، هي المعشوقه بتاعتي. يعني وجودي في الحياه وانا بحبها، وجودي بحلم بيها، بفكر تاني يوم انا عارف ايه البلان بتاعي وايه هفكر هتمرن ايه بكره، حياتي هعمل ايه، تمريني ازاي، مبارياتي ازاي. وجودي واخفاقاتي في مكان تاني مش دي نهايه المطاف. استمراري في اللعب هو استمراري نحو الهدف بتاعي. النهارده لو الهدف بعيد عني بس الهدف في يوم من الايام هوصل له. لو في عقبات العقبات هتزول، لو اخد الموضوع وقت شويه بس شيء من الصبر. طول ما انا عندي صبر وعندي من القوه لاني انا واثق في نفسي، فالانسان طالما واثق في نفسه وقدراته الفنيه او البدنيه او العقليه اللي هو هيقدر يفكر كويس او هيقدر يروح للخطوه اللي هي توصله لاهدافه واحلامه هيصبر. انا واحد من الناس دي. عايز اقول لكل لعيب حلمك لسه ما ابتداش، مش عشان انت صغير الامور عندك سهلة او بسيطة، لا. اليوم لو انت ما اشتغلتش بشكل قوي جدا في سن كبير مش هتقدر تشتغل، فالدنيا هتتوقف عند هنا، عند الحد اللي انت اشتغلته. فلو انت عندك من المقدرة او انت عندك من الحلم انك تكبر احلامك وتوصل لابعد الاهداف، لازم تشتغل بقوة وانت صغير. وطول ما انت بتتنقل في مراحلك السنية لازم تشتغل أقوى، لأن الحفاظ على اللي انت عملته هيبقى شيء صعب.